مرحبا غوالي، طمنونا عنكم، بدنا نقول شو اخباركم. اكيد انا خلص من هنا وهيش بدي اضل احط طبخ اكثر. شو بدنا نسوي اليوم؟ اليوم بدي اسوي فته. نقعد حمص من امبارح وحبيت ما بدي اصوره كنت، بس قلت يلا بالمره اصوره لحبايب قلبي. وهالحاج بدي اسويه، بدي اركبه على الغاز، منقوع من امبارح بدي اركبه على الغاز. شغله ساعه بعد بده في الغاز، في الغاز يا جماعة. هنا بدنا نحطه، وش بدنا نحط عليه؟ بدي أحط عليه خاشوقة كربونة صغيرة. يعني ما بدي أقول مقادير هيش، بس بدي أحط خاشوقة كربونة صغيرة. كرمال شو؟ كرمال ينفش بعد ويطرى أكثر. ويلا نخليه شغلة ساعة ونرجع له. هنا عندي كيلو لبن، يعني ما راح اقول المقادير المقادير. وعندي هنا ثلاث خواشيق شو طحينه، بدي احطهم كلهم مع بعضهم، كلهم مع بعضهم بدنا نحطهم. وعندي سنين ثوم والملح، اكيد مثل ما بدكم انتم، مش قد ملحون. هاي كله مع بعض خلطن. هم بنات حطينا اللبن وحطينا طحينة. اذا بتشن طحينة زيادة ترى حطن تصير زاد طعمتها طيبة، بس انا افضل اللبن اكثر. وهين جاهزة. وعندي شنو هنا حاطة؟ الخبز مقرمش، قرمشناه. تحبن تقرمشنه بالزيت تغلنه غلي، تحبن تحطنه بالفرن بس تقرمش بدون زيت، اللي يحب ما يكثر يعني دهنتوا اكثر، يعني تعرفون الزيت وشين ما يحب الزيت كثير. وخليكم معانا لنشوف شنو الحمص ايش صار بيه. اكيد استوى جهز لانه بدنا اياه حار. تعال معي. اوه بنات صارت هاي بليله، بس عايزها شو حمض ليمون وشويه ثوم تصير احلى بليله عنا. هالحزين عندي شنو الحمص استوى، بدنا نروح نجهز. يلا اذوق اذوق اذوق. مستوي غير شكل. يلا خلينا نروح نبلش بالفتة لأنه بدها تنشال حارة مشان ما يقشش الخبز ويصير ما ينشال. وهين شفتوا شلون الحمص محلاته، هويش لازم ضروري نحطه بعد حار. ريحة بتجنن، أحلى أشلى اليوم، أحلى فطور. هذا نعده فطور. بدنا شنو بلش نحط اللبن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اللبن بدنا نوزعه. شو يا جماعة ريحة بتجنن، نفردها هيش. الولاد جوعانين، مع الشي هدون مع الشي استنون تجهز. وين بدي ارجع احط طبقة النوب خبز مقرمش، ما راح نكثر ما راح نكثر. خليها تصير طبقتين طلع اطيب. الماء يحب الزيت كثير، شو يسوي؟ يحمص الخبز بالفرن زادك تطلع طيب. منظر غير شكل. وهاي بدنا نحط بعد طبقة حمص نوزعها. هاي اكيد الاشلة تتقدم وهي حارة. هنا بدنا نرجع نوزع اخر طبقة. بسم الله تتوزع. عن جد ريحة بتجنن.
احلى شيء بهالاكلة شو؟ يوم تحط السمنة. انا كيف عليها من احط السمنة؟ تطلع غير شكل. ايش طشتها ما احلاها. ايوه الريحة اشلى غير شكل. بدنا نحط شو هالحين؟ الحمصات. هي للتزيين. احلى زينة اليوم. وهين بدنا نحط شو زينة الفليفلة. ونحط نرجع نحط كمون رشة كمون. احلى شيء يا جماعة منظر خرافي. وهين جهزت عنا ايش بدنا نزينها؟ فتافيت الخبز. هين احنا حاطين هناك نحط هين جنب. عن جد ريحة بتجنن. ضل عنا نروح نسوي السمنة. نسيخ السمنة. شو رأيكم؟ عن جد هصير أشلى غير شكل. وين حبة بقدونس يا جماعة؟ يا جماعة عن جد عن جد الأكلة إذا ما تزينينها ما تطلع منيحة. بالتزيين عن جد تطلع منظر منظر. الولاد جوعانين ماشي يستنوني. شباب طولوا بالكم. ضلت علينا آخر وجبة. نروح نسيخ السمنة ونجيكم. فين؟ احنا انا سويت لوز. احب اللوز اكثر. يا جماعة احلى طشات. حاز شوفوا شكراً. ياخذن وجه. يلا 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 يلا, يلا. وين احلى شيء؟ اسمع المنظر والريحة وخاصة هالطشة. وبتجنن عن جد ريحة ترد الروح. احلى فطور من ايد ام يوسف. يعني شو رأيكم يا جماعة؟ يمكن ما تتبين هيك من السفرة. وريتوا الف صحة وهنا. شو رأيكم؟ بالله عليكم بالله عليكم مو احلى فطور؟ وان شاء الله تعجب حبايبنا. وهاي اهون اكلة عند الصبح تقدرين تجهزينها وتقدمينها لولادك ولعائلتك ويفطرون احلى فطور ويسلم دياتك. المصور جوعان فارط. المصور ده يضحك عليها بكل قلب. ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس ليجيكم كل شيء جديد من عائلة ام يوسف. احنا خلص من هوش يعني بدنا ننزل اكثر الطبخ باذن الله لانه عن جد مطلوب مني كثير طبخ. وان شاء الله يعجب حبايب قلبنا. بس هاي ابسط اشلة اليوم. بس والله ما كنت بدي اصورها بس قلت يلا تستاهل اني اصورها لحبايب قلبي دخيل قلبكم. ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس ليجيكم كل شيء جديد من عائلة ام يوسف حبايب قلبي.